فيما يخص جونيور اجاييه، اللي انا بقوله لك هنا هو القول الفاصل، وقلت لك الكلام ده من 3 ايام، من 3 ايام قلته لك. قلت لك ان جونيور اجاييه عاوز يشتكي، وقلت لك ان جونيور اجاييه غير الوكيل بتاعه اللي هو جون ادوارد، واد مؤدب قوي ومتربي قوي قوي قوي، لكن عنده مشكله واحده بس، صاحبه وحبيبه فوق راسه، بيجمع بين امرين اتنين، مدير تعاقدات في فرق، وهذا ما لا يجوز ابدا، وفي نفس الوقت وكيل لاعبين. افرض في ماتشين مع بعض، انت عايز اللاعب محمد شريف ده يتالق وانت وكيله، في نفس الوقت انت مدير تعاقدات عاوز فريقك تكسب، فهنا تضارب مصالح، تضارب مصالح. هو يعني شغال مع محمد العاصي اللي هو مدير تنفيذي النادي الميرية، لكن هو يعني بيقوم بشغل محمد العاصي، لكن في الاخر ما ينفعش يبقى ده مدير تنفيذي وده مدير تعاقدات وتبقى سمك لبن تمر هندي ونتكلم على تضارب الاختصاصات. هناك في الميرية ما ينفعش ابدا محمد العاصي يمارس المهنه، ليه؟ لانه شغال بروفيشنال في الدوري الاسباني ومع رجل يحترم التخصصات والمستشار تركي الشيخ، لكن هنا بزرامين بزرامين. فجون ادوار مازال هو وكيل عدد من اللاعبين، يبقى معلول، يبقى محمد شريف، يبقى كريم فؤاد، يبقى جونيور اجاييه. بس جونيور اجاييه قال له جود باي، قلت لك عد على جنب لحد ما نشوف الحدود ايه مع محمد العاصي، هتخربوها وتقعدوا على تلها، عد على جنب يا حبيبي. وبعد جاب وكيل نيجيري، ووكيل النيجيري ده هو اللي بيتفاوض مع امير توفيق. عندهم رغبه في شكوى النادي الاهلي، رغبه في شكوى النادي الاهلي، و بحجه انه محطوط على قائمه الانتظار. طيب الناس كلها يعني قاري النهارده تصريح لكابتن شوبير في اليوم السابع، بيقولوا قالوا في الاذاعه، قال لك هو عنده حق يشتكي النادي الاهلي. لا يا كابتن شوبير، هو عنده حق يشتكي، لكن الشكوى لن تاتي بنتيجه، لان ده سيستم محطوط من الاتحاد المصري لكره القدم. طالما انت موجود عندي في العقد وبتاخد كل حقوقك الماليه، مش من حقك تشتكي. وانا كنادي اهلي مش هديك استغنى لنادي بيراميدز يا راجل. ازاي يعني اسيبك لبيراميدز يا راجل؟ ما تروح يا عم فاركو عند الوكيل بتاعك جون ادوارد، واقفش اللي تقفشه وقفشه اللي يقفشه. ما هو وكيلك حقه ياخد عمولته لما انت تروح، وحقه ياخد عمولته لما انت تاخد الموسم اللي جاي، هو بقى والعاصي وكله، فاهمني؟ فهنا ما ينفعش ابدا 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 ان النادي الاهلي يديله هو الاستغناء، فيقعد معاه ياخد ايه؟ اقسم بالله ياخد اللي خده 110,000 دولار، هياخد تاني 110,000 دولار مع بدء الموسم، يبقى كده وصلوا 25% اظن من عقد، او 20% من عقد، ماشي. بعدها هو مش هياخد ال 25% اوريدي بتاعت نسبه المشاركه، يعني هنقول هو بياخد 1,000,000 أو 900,000 دولار. حد النهارده اقسم لي ان هو 900,000 دولار مش مليون، قلت له خلاص يا عم ماشي، ما فرقتش يعني 100,000 دولار، ما فرقتش يا سيدي، هات ال 900,000 دولار واحنا نعتزل المهنه اصلا، ماشي. فاللهم صل على سيدنا النبي، قال لي ان هو ال 25% مش هياخد، اللي هم ال 225,000 دولار بتوع نسبه المشاركه، قال له دول هينزلوا من الفلوس. اذا الاهلي كان بيكلمه الاول في 400,000 دولار، وهو كان طمعان في العقد كامله. دلوقتي الوكيل النيجيري داخل عشان يحل، داخل عشان يحل، والحل هيبقى بتعاقد. الاهلي مصمم على لعبه خارج مصر، ولو هيلعب في مصر ما يروحش لا بيراميدز ولا زمالك، واي نادي يروحه يحط فيه بند، وهو ايه البند ده؟ احقيه ان هو لو انتقل الى نادي اي نادي مصري اخر يحصل على نسبه بتاع ده 3 مليون دولار او 2 مليون دولار. عاوز تنتقل لنادي اخر من النادي اللي انت هتتباع له، الاهلي مش هيطلب نسبه مئويه، او يحدد بيراميدز و الزمالك. فده موضوع جونيور اجاييه، لكن الوكيل النيجيري بيحاول يحل، مش زي جون ادوارد، لا ده بيحاول يحل. جون ادوارد عاوز ياخده فرق، واللاعب حس ان هو مع الاهلي عشان فرق، ومش حريص على مصلحته، فقال له عد لي على جنب. عد، ما انت كل شويه فرقه 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 فرقه، ايه يا عم شركه الادويه اللي جايه تعمل فرق الكوره دي يا سيدي؟ هتستفيد ايه يعني؟ وانا ما شفتش صراحه، انا اللي عجبني كوكا كولا، وصل الدوري ممتاز باعت، لكن شركه ادويه عامله فرقه كوره ليه؟ ما نعرفش ايه الهدف. لا يا عم ما تقولش غسيل اموال وكلام من لا لا،
فرقة كرة دي شركة عالمية كبيرة، ايه الهدف؟ انا ما اعرفش يعني ايه الهدف من ترديد اسم فاربو. انا لما بروح اجيب الدواء ما بعرفش ايه الشركة المنتجة للدواء، ما بعرفش ايه الشركة المنتجة للدواء خالص. لكن هنا بكلمك بقى في الكورة، لا معاهم مدرب مجد عبد العاطي، مدرب محترم وكوف، وعاملين فرقة كويسة. وانا بقول الواد جون ادوارد ما ينفعش تمسك دي وتمسك دي، لا انت ولا العاصي. العاصي سابها وقال لك انت خد الوكالة بتاع اللعيب وانا من فوق بكاتش. دلوقتي لا ما ينفعش. اه حبيبي واخويا، انا مش فاكش طول عمري اصلا غير مرة واحدة وبالصدفة في حفلة وشواشة، لكن لا عمرنا قعدنا مع بعض ولا شربنا شاي، لكن من تعاملاتك في التليفون وكده انسان مؤدب ومثقف وعنده رأي ورؤية وفيجن، يعني يقدر يعمل حاجات كويسة جدا 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 في المستقبل القريب. لكن ده موضوع جونيور اجي، لازم تخلص الحل المشكلة قبل يوم 7. ايه الله عليك، قبل يوم 7 اكتوبر، قبل يوم 7 اكتوبر. 7 اكتوبر ده الخميس، يوم الخميس، قبل يوم الخميس لازم موضوع جونيور اجي يبقى اتحل. اللي انا واثق منه ان امير توفيق عنده الرؤية الكاملة. اقعد، عايز تقعد اقعد. كابتن سيد عبد الحفيظ قال له يا اجاييه خلي بالك، هتقعد معانا هتتدلع، تعمل لك حفله يبقى في علاقه طيبه ووالد ترجع تاني والدنيا تبقى حلو. لكن انت كاجاييه هتتحدى النادي الاهلي وهتقف قدام النادي الاهلي وهتقول كاجاييه لا انا اعمل اللي انا اعمله وانا مش عبد، والكلام السخن اللي انت قلته ده ما يمشيش معانا يا حبيب قلبي. وجود باي اند جود لك اند اي هوب ذات يو ار ويل اند يور فاميلي تو. ده الموضوع اللي هيتكلم فيه كابتن سيد عبد الحفيظ وبلغوا الرسالة دي. ما ينفعش حد يتحدى النادي الاهلي وما فيش حد يبقى دراعه اعلى من النادي الاهلي. لايك وشير وصلي على الزين وادع النفس والوالدين والغير. لا نعلى باللايكات شوية على اليوتيوب يا رجالة. لا البث من شوية، في البث زي الفل شغال اهو. معاك اهوت يا امير العربي، معاك يا حبيبي على اليوتيوب. مستشار سيد عابدين عاوز اكلمك يا اونكل، اتشرف الست المستشار على صفحه ابو المعطى زكي وهرد على حضرتك. نعلى باللايكات يا رجاله على اليوتيوب عشان نثبت البث. اضرب اللايك والشير والصلاه على الزين، اضرب اللايك والشير والصلاه على الزين. جمهوريه زفته بتسلم عليك حبيب جاب الله، اهلا بيك يا جاب الله، اهلا بيك. رحمه الله على الاستاذ محمد جاب الله من الرموز الصحفيه العظيمه، كان في جريده الجمهوريه وحاجه عظيمه رحمه الله عليه. كان قلب حنون وانسان ملتزم وجميل. لايك، ايوه اعلى باللايك على اليوتيوب يا غالي، انا معاك اهو. نعلى باللايك، اللي معانا في اللايف يضرب اللايك، واللي معانا سامح موسى من كاليفورنيا اهلا بيك، واللي معانا على ابو المعاطي زكي على الفيسبوك اضرب اللايك او الفولو واعمل لايك للفيديو وشير عشان يوصل لاكبر عدد من الناس. وبشكر الناس كلها اللي عماله تدعمني بيه.